السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بشارع ابو طياره بمنطقه الدوره، راح نشوف الناس وايضا راح نشوف الحركه اللي هنا الموجوده. الله جايبوه على المنتخب، شلونك؟ قد قد اللعبه؟ والله صفر. تعال تعال تعال، شلونك؟ والله بخير، شلون الحمد لله. شجع العراق؟ لا شجع، ليش ما تشجع فيتنام؟ اي شجع العراق. قد قد اللعبه؟ صفر صفر والله. والله من الاحسن لحد الان؟ العراق. العراق احسن؟ أيوه. من يقول؟ فيتنام 100%. الحين ما ادري، احد في 1-0 فيتنام ايش يقول؟ هذا فيتنامي الولد، هذا فيتنامي. لا بس اللي يضيع يخسر. يا ضيعنا هواي مو؟ ضيعنا قهوة. الشوط الاول شلون كان منتخبنا؟ والله نص ونص. ايوه شلون الشغل؟ نص ونص؟ حركة شلون؟ شو جاي اشوف خمول بالشارع. اي بعد باللعبه يصير السوق. باللعبه بغداد كلها تصير خمول. بغداد تصير بشكل عام مو صحيح؟ اي كل لعبه تصير هي هاي. شلون وضعكم؟ بخير شغل شلون؟ الحمد لله. هاي شنو ذني ما تجي تسولف لنا عليهن؟ هذا كعك معجنات. ايه. ابو السمسم. ابو السمسم بس هو عندك ابو السمسم؟ لا ازمه سمسم؟ ها؟ ازمه سمسم؟ ايش عجبه هواي سمسم؟ ايوه هذا لازم سمسم، هو كعكه بالسمسم هو. زين ذني هسه كلنا في فرن واحد تسوون؟ اي اي فرن كلنا في فرن واحد. كلنا في فرن واحد اي بس القصات تختلف كلها. القصات شلون تسووها؟ خلفه. وين خلفتكم؟ ها؟ خلفه وين؟ موجود. وين موجود؟ موجود انا اشتغل عندي. تراسل لزمناك تراسل وين؟ بالحب. بالحب. شلون الحب؟ تعال بالله خلنا نسولف وياك الحب. شلون الحب؟ الله يبعدنا عن الحب. مو هسه على الحب والارتباط وغير الحال على مود الشغل. ها هسه على الشغل وعلى الحب؟ لا لا على الشغل يا عم. عمي الله يبعدنا. ايش الشغل؟ ايش فيه؟ ولا ادري اذا جينا على مود انزل. بديلك؟ ايش صار لك بهاي المهنه؟ انا صار ثلاث سنوات. بالمهنه مو هنا يعني بالافران؟ اي ثلاث سنوات. انت من بغداد؟ لا من الكوت. من الكوت. شلون وضع الكوت؟ والله الحمد لله تمام. شلون الشغل هنا بشكل عام؟ يعني الشغل ماشي الحمد لله. يعني هاي الفترة أحسن شوية تحركت؟ لا نعم الحمد لله. الحمد لله. الوضع أفضل من قبل؟ أفضل إن شاء الله. زين؟ بأي ساعة تعزلون؟ والله 12 بالليل. يومية هاي؟ يومية. بأي ساعة تفتحون بأي ساعة تعزلون؟ 6 الصبح نفتح. إي؟ 12 نعزل. 12 الظهر. 12 بالليل. 12 بالليل. زين الشارع ما بي حركة يكون؟ اي ب 12 بعد ما كيخف الشارع. زين. شلون وضع الصمون؟ يابا قالوا الصمون ما مستوي لحد الان. ما مستوي نعم. والله خوش صمونه. هاي مال لفات؟ ايه الحمد لله. ها؟ ايش قد بربع هنا؟ وحدة بربع. هنا وحدة بربع؟ وزن كبير 140. تحياتنا السعدون، بس انا 4000 حتى مو 10000. وزن كبير 140. يعني شنو 140؟ سولف لنا بالله بهاي المهنة. كوزن يعني سوزن 140 هذا. هسه هي للأمانة كبيرة يعني. كبيرة 140. باقي الافران لا 100. ها 100 باقي الافران 100 بس 140. واللي يختلف بها شلون؟ يختلف بها وزن كوزن بس. هسه ب 2000 ايش قد راح تطيب؟ 8 ب 2012 12؟ ليش؟ عم ما خليه يبيع لك. هاي 4 هاي 3 هاي 750 وهاي بلف وحده زياده مو 5 بلف؟ لا وين 6 بلف هي. هسه ايش قد صار عندك؟ 5 5 قد؟ بعد 7 7 هاي 2 زين هاي 2 كريمان بعد واحدة؟ بعد ثلاثة. بعد ثلاثة؟ ثلاثة. عوافي. زين شنو معنى 140 عن 100؟ شنو الفرق؟ وزن. لا ببلاش، يعني انا ببلاش، انا اتوقع عليه ببلاش اوزع. وزن كبير. وزن كبير. وهذا الوزن يجي قالب واحد. قالب واحد. مو؟ ايش قصر لك بهاي المنة؟ عن 10 سنوات. 10 سنوات هو يا مواليد؟ انا 95. ها. ربيت ما مبين عليك. ليش؟ والله مبين اكبر. مبين اكبر. متعوب. متعوب كلش. ليش متعوب؟ يعني في شغلات واحد ظروف. يعني العائليه لو عالية. المشاغل والحياه. هو مشاغل وعائليه كلها تجمع سوية. يعني 10 سنوات صار لك بالافران؟ 10 سنوات. دراسه عفت؟ اكيد. ترى كنت صار 13 سنه. يا صف بطلت؟ شهاده متوسطه عندي. متوسطه شهاده عندي. يا صف؟ ثالث متوسط. ثالث متوسط بس متزوج؟ متزوج الحمد لله. وانت هنا الحج متزوج فلازم يعني تبين لازم بعد لازم مو؟ لازم اشتغل واحد. تصير مثلنا هسه انا هاي الناس الحلوين. هذا علال ما متزوج لحد الان. ما متزوج بعدين؟ علال ما متزوج بس بابا له؟ ما مبين عليه. بين 2003 اول تالي تزوج. 2004 اول تالي تزوج. هاي شنو هاي؟ هاي بالاقتصاد احنا نبيع هنا. اول تالي تزوج. زين من يوم محافظه؟ كوت.
هم كوت، هواي بيكم بالكوت منهم. هذا ابن عمي. هذا ابن عمي. بعد اخوته اثنين وايت ريجن. كم هنا؟ وايت ريجن والله. ايه؟ انا خمسه من الكوت. خمسه من الكوت. وابو الفرن؟ فرن بغداد. من بغداد. حلفي؟ انا مياحي. ابو الفرن؟ فرن لامي. لامي. وانا مياحي. وليش هم الحلاف دائما الافران؟ لا هي اكثر شيء المغربيه. مهنتهم مو؟ الاغلبيه مهنه الافران مياح. مياح يمكن وحلاف. مياح و حلف الحلاف في هواية الفران حلاف كربلاء أكثر شيء مياح بغداد مياح زين الاسم بالخير خالد خالد عثمان موسى البلد خالد تقاعد ماكو ولا رعاية ولا خدمة ولا شنو اللي تحتاج أنت مثلا أنت اليوم إذا قعدت يوم واحد يأثر عليك مو طبعا مو صح؟ صحيح ما تقدر تشتغل لا والوضع ماكو ايش قد يوم يأثر؟ 25 25 تكفيك؟ نعم بخير الحمد لله عايش يعني كلش قد تنزل لهلا؟ انا شهر شهر تنزل ايش قد هنا؟ 15 يوم 15 يوم اي هاي تروح تخلصها لما تجي بال 15 يوم؟ مو؟ ارجع نفس الشيء زين انت قاعد هناك ايجار لو بيت ملك بيت ملك اطفال عندك الله يخليهم عنده واحد الحمد لله يدرس بالمدرسه؟ لا بعد صغير انا صار تقريبا ناو خليه يعني ناو انه تخليه يكمل لو هم يبطل يعني ياخذ لا الحمد لله خليه يكبر وخير يدلل لي خير ويدلل لي بعد هو انت هذا التعب هو التعب لازم له اي لازم له طبعا اي مو صحيح شنو اللي تحتاجه حاليا شغله محتاج ستر والعافيه ستر والعافيه والامان هذا نحتاجه لا الامان موجود لا ستر والعافيه موجود الحمد لله ستر والعافيه موجوده ان اهم شيء ذن ان اهم شيء ذن يلا خالد اتمنى لك التوفيق وصمون 6000 6000 6000 عم صمون 6000 هنا صمونه تخبض يعني ما شاء الله وطبعا ما اعرف انه اغلب اصحاب الافران دائما يكونون حلاف ومياح باعتبار ما ادري انه هاي المهنه متوارثيها ابا عن جد شلونك؟ كل الهلا شو ضايز؟ حياك الله بالعكس ايش بيك؟ ايش واقف؟ من وياك؟ من مضوجه يا ولد؟ لا بالعكس من مضوجه يا ولد؟ شو اسمه مش اسمه؟ لا انا اصلا مو مشتغل ها؟ السلام ابو الفلافي جاي تاخذ صمون؟ اي صمون كم منه؟ ايوه مال لفات تعال خلينا نتاخر على الصمون شوي سلام فتح لو بعد ايام فتح ان شاء الله اه ايوه شو اسمك؟ انا اسمي حمزه حمزه يا صار انا مرحله ثانيه كليه حلو سبع جامعه تدرس و ايه واشتغل تدرس شنو اختصاصك؟ قسم تخدير انا ادرس قسم تخدير محافظه النجف تخدير تدرس بالنجف لو لا هنا ادرس بس انا محافظه النجف زين اهلي لو حكومه تدرس؟ لا هي الجامعه حكومه اهليه العفو اهليه يعني هواي مصاريف الرادة اي طبعا الحمد لله شكرا زين وين قاعد؟ مأجر؟ لا بالزراعه مره بالطياره مأجر لو لا مأجر مأجر الحمد لله زين اجار وشغل ودراسه اي ماشي الحمد لله انت تود واحد سبع مو لو مو مو ابو الحب احتريت نزعت القمصه لو مو يشوف الابطال دول الابطال هاكو خصم حلوه يعني طالب الله يخليك وبالتخدير يداوم وعايف اهله بالنجف ويشتغل هنا الحمد لله شكرا ايش تتمنى تصير بالمستقبل؟ والله يعني ان شاء الله تقن التخدير والوظيفه نتمناها زين والحمد لله شكرا يعني انتم عندكم عيادات خاصه للتخدير لو بس بالمستشفيات؟ بس بالمستشفيات ما يصير يعني تختلف عن ابو التحليلات المرضيه لا تختلف عن ابو الصيدلي اي صح بس داخل العمليه صارت العمليه بس عمليه صعبه صعبه دراستكم؟ والله نوعا ما صعبه ايش قد معدل يحتاج لها؟ والله بالحكومه يعني من 95 ل 97 تخدير؟ اي وبالاهلي؟ يعني بالاهلي صباح 69 69 اي ها ضو علينا ها ياسين صح ايش بي ياسين طالب وياك؟ لا ياسين مو طالب بس بده يشتغل انا هم وياي اه مو طالب يلا اتمنى لك التوفيق اشكرك ممنونين كل ان شاء الله يا ربي دكتوراه تاخذها اشكرك ممنون ومن غير حال الحال ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله ممنون شوف الوقفه بس شوف الوقفه شنو عود هاي معناها؟ شنو هاي معناها؟ هاي الوقفه ليس شلونك؟ والضحكه ايش قد حلوه ابو الحب هذا طبعا يراسل ها؟ يحب يحب الواد يحب انت تحب؟ انا لا متزوج متزوج طلع متزوج 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 ما يحب؟ لا ما يحب ما يحب زوجتك؟ لا بزوجتي يقول لا يقول لا قال لا ايش قد صار لك متزوج؟ صار خمس سنوات الاسم الكريم ياسين ياسين عندك اطفال؟ عندي اطفال اثنين الله يخليهم لك كم وليد؟ 99 من وقت متزوج؟ من وقت متزوجي والله شويه ظروف عندي الوالده تعبانه فتزوجت بعد لازم تضحي انت هنا شيء اكيد شلون والله صار زواجك سولف؟ زواجي يعني صار والدتي تقبل صار بها مرض خبيث وما عندنا احد معين الله يعينها يعين الجميع شافت؟ الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر قال لي انجبرت اتزوج حتى اكو احد يساعده بالبيت انت كبير؟ لا انا اكو اكبر من عندي بس انا اصغر واحد ظليت بالبيت انت
بقيت في البيت. اخوانك البقيه طلعوا. اخواني البقيه طلعوا. اي فانت يعني البادرت اللي حبيت تقدم التضحيه في سبيل والدتك وعفت هوايه اشياء. هوايه اشياء حتى الدراسه تركتها. تركت الدراسه. تركت الدراسه. نادم لو ما نادم؟ شيء اكيد نادم. نادم على الدراسه. نادم على الدراسه. بس على الزواج. لا الزواج ما اندم عليه، الشيء يخدم والدتي ما اندم عليه. مو صحيح؟ يعني القرار كان سليم. صحيح شيء اكيد. زين، لك نيه ترجع؟ للدراسه؟ اتمناها. يا صفو ترى. ثالث متوسط. تعال فوت، تعال خذ راحتك. انت بطل الابطال. الله يخليك. يلا. ثالث؟ ثالث اي. ثالث متوسط. ما عبرت الثالث؟ لا ما عبرته. وهسه ناوي تكمل خارج؟ يعني شويه ظروف، يعني لو ما الظروف اكمل الخارج. زين ايش تشتغل؟ انا اشتغل ويا سلام ابو ثلاثه. سلام. سلوم. وين سلام؟ جايك. ليش وقت ليش وقت؟ من الثنتين ونص الظهر للثنتين بالليل. وهاي يوميه هي شغلتك؟ يوميه، يعني اصلا ما ساكن هنا حتى من الحله. اه؟ اي من الحله. وكل زياده تروح هنا؟ كل 17 يوم، كل 18 يوم. يعني ما شاء الله جاي اشوف هنا هواي ابنائنا من غير محافظات. شيء اكيد لان ماكو شغل هناك بالحلم. شغل ضعيف، وحتى اذا اكو شغل بس صديقك وبن عمك. هناك؟ هناك بالمنطقه. قله فرص العمل؟ اي شيء اكيد. قليله مو؟ قليله كلش. زين؟ اي كلش. وهناك ايش قد صار لك؟ صار تقريبا 3 أشهر وياه. قبلها وين كنت؟ قبل كنت اشتغل اعمال حره، يعني تجي عماله يوميه 10 15 هيك شيء. بالعماله؟ ايه. بالحله؟ بالحله. زين؟ مسيب، مو مركز مدينه. زين؟ انت هسه بالمسيب؟ بالمسيب. وكلش قد قلت تروح؟ كل 17 كل 18 يوم. شقد تبقى هنا؟ ابقى لي 3 أيام 4 وابدا صعب. ما تقدر تبقى اكثر؟ ما اقدر ابقى اكثر لا. زين ما ناوي انه هناك تكون انت صاحب مشروع؟ شيء اكيد شيء اكيد. يعني هسه ترى خلينا نكون واقعيين، محل الفلافل نعم ما يحتاج له. لا ما يحتاج. لا صح لا مو صح؟ أكيد. ممكن باربع ملايين. عندي هواي مصالح يعني جوا. شنو المصالح؟ حداده عندي، اشتغل حداده، ثروه سمكيه. زين. فلاحه. زين. هواي شغلات يعني. بس وين تشوف نفسك؟ زين يعني اشوف نفسي بالشغله اللي اقدر اشتغلها. اكثر شيء يعني اقدر اشتغلها يعني الثروه السمكيه. شلون يعني؟ يعني اربي اسماك. تربي اسماك؟ اربي اسماك. وتبيع؟ وبيع. بيها ارباح؟ الحمد لله والشكر. ايه؟ انا كنت اربي اسماك بس من صارت الضربه ب 2018 خسرتني 250 مليون. زين؟ 250 مليون. مليون؟ ايه. يعني كان وضعك غير شيء؟ وضعي غير شيء الحمد لله. 250 مليون مره واحده خسرت؟ خسره واحده سنه واحده. شلون خسرت؟ صارت الضحايا بالشط وقتها من دبوا السم وصار هذا الشيء. صارت عندي اطفال شويه مرضى، واحد عندهم فتره بالجمجمه نزيف داخلي، والثاني عنده توسع بكليات، اثنين عمليه سويت لها فشويه دوالت اموري. زين هسه اذا ترجع للثروه السمكيه ايش قد يحتاج لك راس مال؟ يعني شيء اكيد يحتاج لك راس مال بال 15 مليون هيك شيء. 15 مليون؟ 15. وين تربي بهن؟ اربي بهن بالشط. اربي بهن بالشط؟ بالشط. زين بالشط شلون تربي؟ ما يروحن؟ شلون تسوي الاطفال؟ اقفاص شبش بي ار سي وحديد. اي ودواب وفلين وتحرسن من الصبح لليل؟ احرسن من الليل للصبح. وش ياكله؟ علف. زين ايش كم سم؟ يعني القفص 6 و3 دبي 3000 ونص سمكه. ليش تشتري؟ 3000 ونص سمكه شيء يصير شيء 5 ملايين على سعر القبل. اي 5 ملايين هيج. ايش قد وتبيعه؟ سنه وتبيعه. سنه حد ما يكبر؟ يكبر يصير وزنه 2.5 3 تبيع الكيلو. ليش تتاخر السمكه؟ اي يعني يحتاج لها سنتين ثلاثه. يعني السمكه انت تذبها شوف حجمها اللي تجيبها على الحجم. واحنا بسرعه ناكلها نجيبها ونشوي. هاي طلعوها جيبها قبل شويه. هو خطيه سنتين ثلاثه يلا تصير كيلو ونص. واحنا وين؟ لا من 3 كيلوات قريب. يعني هم صعبه حيل صعبه. يراد لها خلق صبر. يراد لها خلق، يراد لها صبر، يراد لها سهر، يراد لها تعب. وبالحلة اكو هناك هيك ثروه سمكيه موجوده؟ هي موجوده. موجوده موجوده. اي عدة ناس جاي ترعى الثروة السمكية وفاتح المشروع حلو. يلا اتمنى لك التوفيق جميع ان شاء الله. وان شاء الله يا رب يتحقق امانية. انت بطل ومناضل. يلا بالتوفيق. هلا بالحلو. شلونك؟ تعال على خلينا نروح هناك يم الجماعة. شلون اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ يوسف. تعال يوسف خلينا نتمشى هيك بس خلي الكاميرا تفتر. راح تكون هنا. ايش صار لك بهاي الشغلة؟ والله صار لي تقريبا 3 سنين. تعال 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 تعال. هاي وياك؟ بنت عمي. بنت عمك؟ وين ساكنين؟ شلون؟ بشارع الشرطة. بشارع الشرطة. وين؟ بشارع الشرطة. ليش غلطي وجهك؟ تشتغل تبيع علج؟ ابي علج. واهلك وين؟ بشارع الشرطة. قاعدين هناك؟ اي اجار. ايش قد صار لكم؟ والله صار لنا تقريبا وانا كنا بالبغضاء جديدة بالسوق. بقينا هنا تقريبا 3 سنين. زين؟ ما صار لنا 5 شهور هيجي جينا هنا. قبل بغضاء جديدة وين كنت؟ كنا بالسليمانية وجينا هنا. بالسليمانية. ما بقينا شهر وجينا هنا. اه. توكرات سوري. سوري؟ ايه. واختك هاي من سوري؟ سوريين من حلب.
من حاله يا اهلا وسهلا بحاله. زين ايش وقت جيتوا للعراق؟ والله تقريبا اول 2020. 2020 بعد ما صارت الحرب؟ لا احنا وين طلعنا؟ وب 2012 وتهاجرنا. 2012 اي اول انا خلقت تهاجرنا. زين ودراستك عفتها؟ اي والله. شلون الوضع بالعراق؟ والله الحمد لله احسن يعني من ما في. ما مشتاق لسوريا؟ والله يا عمو انا ما شفت ابد سوريا. ما شفت؟ انا همينة ما شفتها. ما شفت سوريا؟ جيتوا انتوا ماما وبابا؟ اي انا ماما وبابا واخواني. جيتوا من سوريا لهنا؟ اي. زين يسولفوا لكم ماما وبابا عن سوريا؟ اي كان يسولفونا يعني كان عندهم خيمه يصير مطر كله يجي الطين كل شيء يسولفون علينا. وهذا الوضع ايش نسوي؟ الحمد لله. زين هسه تردون تبقون هنا بالعراق ولا ترجعون؟ الحمد لله تقبل هنا. شو تقولين؟ ما يعرف يحكي عربي. اتمنى هنا تبقى ولا ترجع؟ اي والله اتمنى تبقى بالعراق. زين ماكو هسه يعني مثلا مدرسه كذا؟ ما حاول. لا ما قدرت بس شوي اعرف اقرا. تعرف تقرا؟ اي. زين وانت؟ لا انا ما بعرف. تعرفين تاكلين رمان؟ يلا ضاع العم هنا. وهاي مش وقت قديش وقت شغلك؟ والله شلون يعني؟ يعني بايش ساعه تطلع للشغل؟ اجي بالاربعه اروح بالسته هيك. اجي بالاربعه ابقى ست ساعات هيك اروح. يعني ابقى بالعشره تسعه ونص هيك اروح. زين وبابا ما يشتغل؟ لا يبيع مي. يبيع مي. وماما؟ امي يبيع كلينس يبيع علاج. وترجعون هاي تالي الليل؟ اي والله. كلكم تلتقون؟ اي والله. بعزاد ابوي ابوي وامي عنده مفتاح بعزاد مو يعني يصير مطر وامي ابوي ما يجون ونحن نقعد برا. يقعدون برا؟ هسه هاي؟ لا هسه لا. هسه اجرتوا بيت؟ اي هسه اجرنا الحمد لله. عندكم اصدقاء؟ اي عندنا اصدقاء بس ما يحجون ويانا. ليش؟ يقولون انتم سوري وهيك سوالفات. ليش ما يحجون؟ مو دا سوري يعني. كل واحد شايل خشمه. هذا الشيء ضوجك؟ اي والله. ليش؟ لان ما عندك اصدقاء؟ اي. هسه ما عندك ولا صديق؟ ولا. بس انت واختك؟ لا بنت عمي. تعمك؟ إيه؟ بس انت وياها؟ إيه؟ ولا صديق عندك؟ ولا صديق. وعندنا صديقنا ومثلا جدي. شلون؟ عندنا صديقنا يجدون ويانا. صديقكم؟ اي. مو ابن عمك؟ اي. زين وين تخلصها من ترجع هسه بالليل؟ اروح للبيت. اروح للبيت شوي ارتاح اقعد برا اشوف ايش الجهال يلعبون اقول لهم يلعبون وياي يقولون دي روح لك انت سوري هيك سوالفات اجي ابكي واروح للبيت. هذا موضوع ضوجك. ايه. وما تقدر تلعب؟ ما اقدر. يلا بس انت بطل تكبر وتعوضها وحلوين تخفضين. شنو امنيتك؟ امنيتي شنو اسوي عمو؟ امنيتي يصير عندنا بيت وسياره عندي اصدقاء. زين. هيجي. امنيتك يكون عندك اصدقاء؟ اي. وبيت وسياره؟ اي. وانت شنو امنيتك؟ همينا مثله. شنو هو مثله؟ افتر هنا ابا على عمي. شنو امنيتك؟ سيارة وبيت وصديقات. ليش بكيت؟ ها؟ لا بطل انت بطل. يعني انت هذا الواقع عادي يعني باكر عقبه تتغلب عليه ان شاء الله. وان شاء الله تتحقق لك تجيب البيت وتجيب السيارة انت ما دام تشتغل بهذا العمر. زين باكر عقبه تكون قائد انت وترجع لسوريا مو مثل هذا الوضع. يا حبيبي. يلا لا تبكي لا تبكي. نعم مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم يعني هذا الحال مثل ما جاي نشوفه اللي بالعراق. يعني والله العظيم مأساة. شنو الناس ذنبهم انه اذا سوريين او غيرهم؟ احنا مرينا بهاي بهذا الواقع فترة السقوط. هواي عراقيين ناس راحوا سوريا وباقي البلدان يعني تعرضنا لهيك اشياء تهجرنا. لكن شنو ذنبهم؟ اطفال يعني هو منيته يكون عنده صديق وامان بسيط. تواصلنا وياكم خليكم ويانا. الله العراق 0-0. اي والله بعدها الناس شنو ذنبها كل الجوع. اي والله هسه نسوي لهم لفات. الله يسلمك. سوي لفات. اشتغل سوي لفات هنا بس ينتظر المشكل هسه يطلعون نسوي لهم كمل. شلون الشغل؟ والله الحمد لله زين ماشي الحمد لله. والعراق
والله العراق بخير ان شاء الله. ان شاء الله نفوز هسه نجيب والله. بيها مجال؟ بيها بعد هي بيها مجال. هسه ميمو خوش ضيع فرصه. حرامات حرامات. اي والله فاتت. شلون شغلكم؟ والله الحمد لله على ما ماشي. والله بخير. ناسكم وضعكم؟ والله ماشي الحمد لله. ايش سوي هسه؟ والله نبيع لفات. نبيع لفات. وانت ايش تسوي؟ تعال تشيس؟ تشيس هذا يستحي. تشيس؟ تشيس. تعال تعال غير هذيك. قطني لك. شو اسمه؟ احمد. احمد. ايش وقت هنا؟ والله صار لي تقريبا 12 سنة 11 سنة. بيع للعالم اذا تريد. بس بالسيدية الفرع الاول وهذا فتحناه قبل سنتين. الفرع عندكم الثاني هناك؟ بالسيدية. ايش قصر له ذاك الفرع؟ اقصر له سنين. وهذا الفرع؟ 95 تقريبا ذاك. ايش؟ مفتح. بس تعال هنا مو وجهك مختلف. طالب؟ لا. خريج؟ لا. ها؟ ما دارس. ما دارس. يا صف بطل؟ خامس ابتدائي. ليش؟ ملتهي بالعمل. التهيت بالشغل؟ بالشغل التهيت بالعمل والشغل. عمرك ايش قد واشتغلت؟ والله اتذكر عمري 6 سنين 7. عمري 6 سنين 7. وانا واشتغل. يعني هسه المثل عنده موض مو؟ مو والله. شنو ملاكك والله؟ شنو ملاكك؟ والله الحمد لله. من بغداد غير؟ من اهل بغداد. وين ساكن؟ سيدية. متزوج؟ لا. ها؟ هذا خناق يا ولد. هذا خناق. ست سنوات يشتغل وما متزوج والحياة طبيعية. الحمد لله الحمد لله. شنو امنيتك بالمستقبل؟ والله امنيتي اخذ بيت لإلي. ان شاء الله يا رب ويتحقق. هاي امنيتي بس. ان شاء الله. بس غالية البيوت. اي غالية طبعا. فلوسك تكفر. بس فلوسك كم هواي مو؟ خير خير من الله. الله يزيدك ان شاء الله يا رب. يزيد الجميع يا رب. ويوفقك. ليش ما تزوجت هسه؟ الله كريم. على البيت الجديد ان شاء الله. ما لاقي له. لا. معطل انت. لا يابا مكومات. بس انت ضارب بريك. اي انا ضارب بريك صح. استقر يا الله. استقر. والله من حقك. يلا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. الله حجينا بردان. لا بالعكس اسمح لي. شو مسويت؟ لا واقفين يعني بالصردان. ان شاء الله بخير الحمد لله. اخبارك زين؟ ما شاء الله يعني هنا الناس تشيد بكم. الحمد لله الحمد لله وشكرا. شنو السر؟ فضل الله والحجي سلام الطاي. ابو نعم ابو المطعم. سولف لنا قصته حجي سلام. نعم حجي سلام. ايش بيه؟ عايش؟ اي موجود. الله يعطيه طولة العمر. الله يسلمك. يعني على خط فالح ابو العنبه مثلا هم ايش قديم؟ اي قديم يعني الفرع الاول بالسيديه وهذا الثاني. انت من زمان هنا؟ تقريبا صار 5 سنوات. 5 سنوات. نعم. يعني بياسر تقريبا بدا حج السلام هاي المهنه. المهنه هو كان بالسيديه انا ما لحقت عليه بالسيديه اشتغلت وياه. ما سامع بها مثلا؟ نعم. ما سامع به انه ايش قد بقى هناك مفتح؟ تقريبا يعني من 93 يعني من 93. اي حج مبين ذواق مال الفلافل. لا احنا طبعا من القدام من السيديه لانه هو فتح بالسيديه بالتسعينات. بالتسعينات. ايه من التسعينات تقريبا للالفينات ورد حولنا فتح فرع ثاني وفتح فرع ثالث بربيل. زين. ظل فتره بي. زين. من شات الظروف شويه تعبانه. نعم. ورد رجع فتح هنا تقريبا. صار لهم 32 33 بهاي المهنه. يعني هسه مال اربيل انسد. سد مو عزل لانه فاشل. لا بس ما عنده احد. ما صار ما ذاك الكادر. مو ذاك الكادر. انت وياهم؟ اني نعم وياهم. وياهم من زمان؟ تقريبا صار لي 5 سنوات. اما 5 سنوات بس هناك هم اشتغلوا وياهم بالسيدية. بالسيدية. بس هناك شارع احلى شوفه. طبعا هناك الشارع لانه واسع. المنطقة شارع واسع. أي. يعني هناك مثل هذا الشارع. زين. يعتبر فرع بالسيدية. زين. ذاك اكبر منا مرتي. صح. ايوه يعني اما قلت لك صار فتره هم يعني قدام بالمنطقه ومعروفين والاكل مالهم طيب. هسه الفلافل بعد اسوكه لو الكنتاك والبيتزا. لا 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 ما اثر اكثر شيء سحب عليها الاكلات كلها ما اثرت عليها. والله يجونا من المناطق بعيده. زين. حي العديل تعنونكم. اي تعنوني. نعم. من الكاظميه. زين. مناطق بعيده يجون. اي يجون لهنا. يجون. زين. العظميه ما تجون. عندكم لو ما عندكم عندنا توصيل. خير من التوصيل. عندنا لفه بليش اليوم؟ يكون بلاش للطيبين. انت فطرني. الف عافيه. بالنسبه للمواطن غير. المواطن بكيفه ياكل ويروح. هي كتسعيره بلف. بلف. اي بس هو ياكل ويروح. اي الفلافل بلف. اي بلف بس اي يعني احنا اماتي مرات ندارين اللي ما عنده اللي عنده يعني شوي وياهم زين. يعني ما عنده من مشي. زين شنو اللي يميزكم هنا مثلا العنبه الزلاطه الطعم؟ والله هي كطعم فلافل يعني هي الابرز. الفلافل والعنبه هي كلها يعني ماشي الحمد لله. زين حكم لازم الفلافل وياها عنبه؟ اكيد لازم. غير لا هو عماته خصاص حسب المواطن شيء رغبته مثلا هو. بس انا جاي اشوف انه حتى العنبه جاي تهزوها على صف. الظاهر مميزه العنبه. الاغلب الاغلبيه العنبه. ماشي استاذ وين المقبلات؟ ايه الاغلبيه العنبه. الاغلبيه العنبه. ايه ماشي ويا الوجبات يعني عندنا وجبات
وعدنا لفات. زين. اكو زباين او عوائل تيجي تاخذ وجبات. حب هذا شو؟ الحب ايش قد بألف؟ 15 فلفوله بألف. ويا عنبه وصاص. والله نعم. بلاش. انا اعرف واحد يبيع 8 بألف. 8 بألف. لا انا هنا حتى 20 بلف ينطون مفتوحه مفتوحه انا مفتوحه والنفسيه طيبه همات الحمد لله حكي واخيرا تعال صار ساعه طبعا قول لا ما قدرت فيها النفسيات نفسيه طيبه تعتمد على النفسيه لك النفسيات لما تكون نفسيتك طيبه هي العالم من يوم تقوم تجيك تتعنى لك زين سمن يطبخ انت لو منو كنا الولد كل شيء يعرفون هنا والله انت نفسيتك بشنو هسه تبيع شيء ايش عجبك متعاونين عليه متعاونين على الشغل كله زين اتمنى لك التوفيق الله يسلمك بس عجب حكيت وجهك الطيب خلنا نحكي قبل شوي قلنا انا ما قال ما عشان هسه ضيف احنا ناكل ما يخالف بس جاي يقول انه قبل شوي ردنا يحكي قال لا والله ما شوي يستحي هو وبعد ما متزوج بعد ما متزوج جيبوه بعد ما متزوج زين حجي السؤال حكم انه تجاربكم بالحياة ان شاء الله طولة العمر الله يسلمك يعني اليوم الشاب ممكن حياتنا مو مثل حياتكم لا طبعا واي شباب ما متزوجين صحيح واي شاب شباب منيتهم يشترون بيت وصعبه هسه قبل مثلا بدينار ونص كان البيت مو لا هسه الظروف اختلفت شاب قبل مثل هسه قبل ثلاث خوان اربعة ببيت صحيح هسه اول ما تروح عليه تقول لك يا عمي اريد بيت اريد بيت هو يريد غرفة وحيد ويريد سويت زين وثلاث حمامات وما ادري شلون زين خبي كلها عايشة ب 250 متر احنا عايشين كنا اربع اخوان زين وماكو مشاكل وحنية هسه لا تختلف فنشوف الشاب دائما يتجبجب ان شاء الله الزواج لان مكلفة 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 انت عندك ولد تزوجت والله انا تزوجت واحد ذاك اليوم هو والترميمة كلها 30 مليون 30 مليون ايش عابرة وهم راتب بيت شهرين كان يقول ها عمي بكي ذا بيها مجال على صفحة يصير قلت لهم لا يبقى هنا زين تسويها لو ما تسويها لو عندك بنات لا والله ما اسويها حال العائلة شلون تختار انه يقول اليوم هذا الشاب برده زوجة بنت اليوم اليوم كل من على طبقته طبقات راقية 24 ساعة على الدليفري ريقهم دليفري غداهم دليفري عشاهم دليفري اكو بنت شو اسمه الريم تيجي كل شيء تاكل فياخذ ياخذ من طبقته ياخذ من طبقته على مود ميدو هاي النصيحه بس عيد لي احد اشتر لي منه ايه. ياخذ من مستوى وطبقته ليش؟ طبعا على مود يقدر يقدر يوكل فلافل مو يوم يا بيتزا تعيش وياه بكل شيء على الحلوه وعلى المره زين هسه هنا لا مش شوف هسه حالات الطلاق بالشهر 9000 مدري 900 حالات الطلاق صحيح. والزواج ثلاثه يا عمي اختلفت الامور هسه النصيحه الاولى انه ياخذ من ياخذ من مستواه على مود يقدر عليه اذا ما عنده بيت شو يسوي؟ عوف الزواج يترك الزواج احسن له اذا ما عنده بيت انا انصح انه لا يتزوج لان شو يدفع اجار هي بحد هي راضي لها مليون يا عمي شوف عن وين هذا ابو الاصفر زين انت ما متزوج لحد الان على هذا الاساس مو؟ اللي يتورط طبعا بس تعال ليش ما بتزوج؟ الظروف ما تسمح شنو الظروف؟ هسه احنا جايين نناقشها برا ما تلقى من طبقتك ما تلقى من طبقتك ليش ما اكو طبقات موجوده كل شيء كلاش والله بس ما هو ملاك لا هو شوي تبهوس بعد هم عندهم بناء حسب ما انا ويحكي لي صديقي وهم زميلنا بالعمل يا موالي عنده بناء وهاي مواد حسين كبير ترى هم يلا بعد عطب اربعينات الله كريم شو منتظر؟ الطلاب راح يروح قريب عن قريب ان شاء الله يزوج عمي زوجوا له يموت الولد راح يموت يلا اتمنى لك التوفيق حبيبي الله يحفظك بس يعني ناوي تجيبها بالبيت غير لو تاخذها بالبيت والله حجي الولد منطقي طبعا كلام لازم يجيبها يعني كل ويهل اخذ والله هو هذا الصحيح مو صحيح هو شوي شوي كون نفسه بعدين يطلع من يصير عنده ريشات العافية هم درجات مرات ناس بس ناس الزواج بعد الزواج تبدل اشياء ما اي ما بيها شيء صح لو مو صح ومرات لا تلقاه مثلا يجيك عنده امكانيه وكذا بس ورا الزواج يخسر مثلا شلون ما خسر اخونا قبل شوية 250 مليون يعني انا اقول انه الجوهر مهم اهم من الماديات نعم نعم انه اللي يريد يختار للزواج شخص يكون عنده غيره يتعاتب وي والله صح صح له مو صح هاي الامور ترى شكليات كلامك ذهب والله يعني فلوس هاي كلها شكليات هي لازم تعيش وياه تعيش على الحلوه والمره انت كم واحد يعني والله متزوج بس واحده بس انت تزوج بال يا رب الثاني يا رب الثاني ما قبلت ما تقبل هسه تدعي علينا انه طبعا يلا اتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله تدعي على المشاهد الكرام بالتالي انه اليوم هو الشاب العراقي بحيره من امره اذا الزواج هيك يكلف مشكله
نعم اكيد. انت متزوج؟ الحمد لله وشكرا. نعم. بعد ثانيه؟ لا خلينا على عيون لازم بريك. الحياه صعبه مو مثل قبل. صعبه؟ هسه الحياه صعبه والله. صعبه يعني هسه من الصبح للي شغل الحمد لله وشكر داوره العيشه بس الحياه صعبه يعني الراد مصرف الراد سكن الراد عيال والراد عيال. هسه هوايه اشياء يعني تدري شنو؟ المدارس اهلي المستشفيات اهلي كل اهلي نعم صار الانترنت كله مصرف نعم صحيح والله بلوه. والشيء الثاني استاذي يريد تنقل لنا هاي الصوره يعني أي. المعاناه اللي احنا جنعانيها شنو معاناه؟ المعاناه يعني جاي يجون شارع الطياره وشوف البلديه هاي البلديه زين يعني محاربين الناس على رزقها اللي شردون. يعني هو عنده شمبر مال شربت أي. يعني قابل شيء يريد يطلع يجي بالشفل يفلش هذيك المره احنا فلشونا هذا الميز زين تدري اتذكر كان اللي هناك اي نعم اي تدري هنا حج السلام الله يحفظه يعني ايش قد مشغل الله وكيلك يمكن بال 15 عائله وكلهم محافظات زين. يعني هم هم هذا اللي شفته انا هم طلاب يعني طلاب اكثر من محافظات اللي من النجف ومن الكوت وانا من ديالي انا من ديالي يعني يعني يدرسون ويجون الشفت المسائي يشتغلون زين يعني عايشين بظل الله ثم السلام يعني ويجونك البلديه ويجونك لاحقينك على كل شيء زين كافي يعني هسه احنا ما طالعين بالشارع يعني اكو ناس متجاوزه على الشارع ما يخالف انا متجاوز على عيني وراسي حاسبني صح. بس انا ما متجاوز على الشارع صح. ولا متجاوز على الرصيف على شو يعني تفلش هل عادي ضريبه كذا مو مشكله عادي طبيعيات اي اكيد بس مو مال تجي تهدمني وتعزي يعني هسه هذول خطيه اثنين هذاك يبيع لبلب وهذا يبيع شربت خطيه فلشوا فلشوا والله اليوم الصبح قبل لك الشارع قلب شو يبيع هذا يبيع شربت والله وكان شمبر مالك كسر هذاك ما صار له اسبوع فتح يبيع لبلب وش اسمه فلشوا يعني ماكو هيك حياه يعني الشاب العراقي وين يروح زين اذا هو يفتح له مصلحه يجي واحد يفلش على لحظه يروح يبوق مثلا لو يقتل يسلب بالشارع لا ما تسوى فاحنا نداعي رئيس وزراء يحل لنا هاي الاشكاليات ان شاء الله مناكتك واصله وايضا نظم صوت صوته باعتبار انه اليوم الناس مثل ما جاي يشوفون اغلب الشباب كسب حتى نعم. الخريج قاعد بس احنا بعضهم موجود من غير محافظات لان ما لقى فرصه عمل هناك ف اجي هنا فبالتالي الناس هلا هلا وياهم يعني اذا ماكو طوم بديل والعراق نعم هنا الاخ من النجف يعني دا يدرس ويشتغل اي سولفنا انا زين الجماعه يعني اكثر يعني محافظات من الكوت واللي من من الانبار دا يجون يشتغلون ان شاء الله الله يسهلها على شبابنا مثل ما نتمنى انه يسهلها على منتخبنا دقيقه ان شاء 93 وبقت 3 دقائق و 0-0 متواصلين وياك مشاهدينا خليك معنا نعم مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم على امل اللقاء بحلقه جديده ختام تقبلوا تحياتي وتحيات كاب العمل الى اللقاء